انا ابقى بروفيشنال بس عندي ليميت. معلش انا اسف ان انت شفت ده. اول مره اعمل دور رومانسي، دور دراماتيك اكتر. و انا كبرت يعني، انا بقالي ممكن 12 سنه من ساعه ما عملت الفيلمين دول، فكنت حابب اعمل حاجه يعني سيريوس اكتر، جد اكتر، غير نبيل وغير الباد بويز كلهم يعني. ما هو ده السبب اللي انا كنت حابب اعمل الفيلم ده. اللي قال لي على البروجكت الاول كان فريق العمل، كان يعني ما كنت بكلم مع ماي لغيتي، وكنا حابين نعمل حاجه مع بعض. جت كده صدفه قالت لي ان كان في فيلم كده، وبعدين كنت بكلم مع مخرج تاني ان لازم تقابل شركه الجذور، هم ناس محترمين جدا وبيحبوا الفن يعني عايزين يشتغلوا. It happened, it just so happened يعني by luck ان كان نفس البروجكت اللي ماي كانت بتكلم عنه. فاحنا الحمد لله الكيمياء ما بيننا كان موجود ببلاش، عشان احنا already كنا اصحاب. فبس فانا كنت حابة اعمل حاجة زي ما قلت، حاجة رومانتيك اكتر، حاجة ده تحدي جديد بالنسبة لي ما عملتوش قبل كده. وهي بصراحة بتذاكر يعني بتحضر للدور قبلها مثلا باسبوعين، فده كان حلو بالنسبة لي عشان أنا بحب أعمل كده برضو، بحب أذاكر الشخصية وأحيانا أقعد مع الممثل التاني اللي أنا هبقى يعني هبقى عندي مشاهد معه كتير. لقيت كمان يعني الطريقة اللي احنا بنشتغل بيها بنفس الطريقة، كنا عايزين نبني العلاقة دي من بدري والتنشن، فكنا بنتفرج على references وأفلام قريبة من اللاين بتاعنا في الفيلم، وكمان مع المخرج أستاذ أحمد يوسري برضو كنا بنروح المكتب وكنا يعني بندايسكت كل مشهد مع بعض وبنشوف يعني الجيرني اللي احنا بدأنا فين وعايزين نوصل لإيه. فده اللي عجبني، وعجبني كمان إن السيناريست معتز فتيحة كان very open، كان سالك جدا في الموضوع ان احنا نضيف حاجات، وهو اوريدي الورق اوريدي كان شعر، انا عجبني جدا من اول مره ما قريته. بس طبعا بيبقى فيه حاجات تبقى لما تبقى طبيعيه في الاحداث بتطلع كانها في المومنت، تبقى سبونتينيوس اكتر. فكنا حابين نعمل نضيف بس one or two things to complement الورق الرهيب اللي احنا كنا بنشتغل عليه. برضو يعني انا يعني لما خلصت ريتسا كنت برضو اللي هو الان اللي الناس لسه عارفيني بالشكل بتاع رمزي والنوعية دي، وانا يعني انا كامير يعني بعيد قوي من الموضوع ده يعني. فجت صدفة برضو الاستاذ احمد عبد العاطي got in touch وكلمني فقال ان في ورق انا شايفك فيه، I think كان شافني في لقاء على التلفزيون، فما اعرفش ده كان كومبلمنت ولا لا عشان الشخصيه كان نيردي قوي، بس انا عجبني كده، عجبني قوي يعني انا شفت نفسي برضو في فخر. هو صعب عليا قوي يعني، حسيت ان هو فعلا كان عايز يثبت نفسه في عيلته مش اكتر، ودي بتبقى حاجه موجوده في كل انسان ان انت عايز you want to make your family proud باي شيء. عجبني الورق ودي بتبقى اهم حاجه بالنسبه لي. فاتصدمت اصلا ان رد فعل الناس كان ايجابي بالشكل ده. دخلت ان انا كنت عايز اعمل حاجه جديده برضو، حاجه شكل مختلف، بس السي جي اي والجرافيكس يعني كنت منبهر بصراحه. النضاره دي كارثه يعني، انا ما اعرفش لو انا اقدر البس نضاره زي دي، هبقى مدمن للموضوع ده. متعب متعب قوي يعني بصراحه. Interesting. سؤال حلو قوي بصراحة. It's a good question because the theme احنا دلوقتي داخلين في مرحلة ان فعلا التكنولوجي بقت الناس بقوا يعتمدوا على التكنولوجي عشان يجيبوا نتيجة في حياتهم يعني، حتى في الديتنج الناس بدأوا يتعرفوا على بعض على السوشيال ميديا، على الديتنج ابس وكده، like the one بالظبط، وبيستخدموا الدي ان ايز. انا شايف ان احنا قربنا للمرحلة دي فعلا، وفكرة النظارة دي already بقى في نظارة في السوق ممكن تاخد صور بالنظارة، ممكن كمان تسمع مزيكا بيها.
فلا we're very close to يعني we're going to rely a lot more على التكنولوجي. أنا الموضوع ده الفكرة دي بتخوفني أنا كأمير يعني هكسل في حاجات كتير. هكسل أنا أصلا أخرج برا أتعرف على ناس مثلا أروح concerts إنها تبقى موجودة عندي you know. لا يعني it's a worrying thing بس أتمنى إن إحنا نبقى محدش يكبر علينا إن إحنا لازم نروح التراك ده. Actually يعني الموضوع أبسط من كده بكتير. الموضوع إنه واحد أنا بيعجبني اللي هو zero to hero characters ومن برا مش باين إن الاتنين ما نجحوش في هدفهم. يعني أنمار ما كسبش في الكومبيتيشن في التورنمنت يعني بس برضو كان عايز يثبت نفسه لأهله أكتر من أي حاجة. مع ليمبو ما خدش اللوجو بس عارف نفسه هو نسي نفسه من كتر ما هو كان بعيد عن عائلته بعيد عن بلده بس خطوة في خطوة شاف نفسه تاني. His identity got lost في معظم الفيلم. أنا بيعجبني القصص اللي بتبقى موجودة يعني ده يعني الحالتين أصلا. أنا بعد ما صورت الحرب العربية كان بيجيلي مسجز شكرا إن الفيلم ده أصلا موجود عشان أنا كنت بحاول يعني أقنع أهلي إن أنا ما أدخلش الهندسة أبقى لعيب في كرة القدم أو ممثل أو كاتب. فالفكرة دي لسه موجودة لسه في مش هقول بس في الشرق الأوسط يعني موجودة برضو في بريطانيا يعني. بس وكمان ليمبو اللي عجبني في الموضوع إن أوكي it's a current topic حاجة مهمة لازم تتقال بس تتقال بطريقة كوميدية أكتر بلاك كوميدي. وأنا بحس دائما ده بيقرب الناس للسوشيال دايناما أو سوشيال كرايسس. أهم نفس خصص في الجريمة والتكنولوجي دائما هدفي إن أنا كنت عايز أمثل. ده ساعدني إن أنا أعرف البني آدم ليه بياخد خطوة بعيدا عن مثلا الخطوات اللي موجودة في الواقع يعني. يعني why do people take a left turn. ده خلاني أتعاطف أكتر مع المجرمين أكتر يعني أفهم السايكي إن مفيش حد بتولد بيبقى عايز يعمل حاجة عايز يعمل جريمة. لما عملت دور جي جي في دانيال عرفت قد ايه لما عملت بحث عليه ان هو شخص حقيقي. عرفت ان هو كان شاب عادي جدا كان خجول مثقف بس ما جالوش اي فرص والفرصة الوحيدة اللي جات له كانت من داعش وكان مسؤولية كبيرة. والاول اصلا كانت مربوطه بشكل ان هو ايه لا انت مش هتشتغل مع انت مش ارهابي لا انت بتحاول تشجع الناس ان يعني يضموا مع يعني ان ييجوا للامه الاسلاميه. بس لما راح لقى الوضع مختلف تماما. احنا مش بنحاول نسيمباثايز معهم بس بنحاول نفهم لو احنا نسينا وفي فجات بيبل ده ممكن يحصل. If we neglect people ده ممكن يحصل. ده يعني ده انا استفدت من تجربتي في criminal psychology ان we're not born احنا مش مولدين في يعني ان احنا نفكر بالشكل ده. يعني ليه الناس بيخشوا معهد مسرح بس مش بيكملوا لكذا سبب. يعني ممكن هو المسرح يعني باختصار شديد جدا انت بتعمله عشان بتحب لازم بتعشق المسرح لان مش هتكسب اي حاجه غير ان انت بتبقى على خشب المسرح ده قدام اودينس وبتمثل غير كده ماديا وكل الحاجات دي اتس ناثينج. انا خريج مسرح وبدات اصلا شغلي في العالم المسرح وما زال لسه بشتغل على المسرح. كنت المفروض اعمل مسرحية السنة اللي فاتت في لندن واحتمالها هنعمله السنة الجاية. للأسف يعني أنا بقول من خبرتي يعني you can't afford إن أنت تستمر على المسرح بس فقط مش أكل عيش يعني للآخر. بس غير كده no I love it لا 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 إحنا عندنا إمكانيات زي بره. أنا دايما بقول كده إحنا دايما إحنا عندنا يعني
مخرجين يخشوا كان they get Oscar nominated. عندنا ممثلين موهوبين جدا والورق كمان موجود. هو بس التنظيم في الوقت, وده ممكن budgeting, ده ممكن budgeting فعلا. ان طبعا في امريكا ممكن نفس المشروع بس يدفعوا دبل, فده بيريح البرودكشن شويه ان يعني تقدر مثلا تشتغل بس 12 ساعه في اليوم مش اكتر. ده احتمال المشكله يعني the main problem. يعني رغم ان احنا كنا في يعني حاله صعبه جدا, المستوى كان عالي جدا, انا ما حسيتش باي يعني difficulties وانا بتفرج على الافلام. وده يعني ده كريدت للفيلم ميكرز, الفريق العمل اللي عملوا الافلام, ان يقدروا يعملوا كل ده رغم ان اكيد كان في ضغط عليهم. لا انا شايف already احنا في ليفل يعني مستوى عالي جدا يعني. احنا لسه شايفين كمان في فيلم مصري كمان دخل كان وكسب the main prize. يعني احنا كنا دايما كويسين, بس احنا I think محتاجين بس زي ال development program يساعد ال young filmmakers او filmmakers اللي لسه بادئين يعني regardless of السن. يعني film funds في اوروبا بيبقى في art council بيدعموا الفيلميكرز يعني بيديهم مثلا نسبة من البادجت, ومش عايزين تبقى جرانت كده عشان تسبورت الفيلميكرز. ده موجود برضو على فكرة في مهرجان القاهرة, ان هم كانوا بيدعموا الفيلميكرز بالشكل ده. فأنا عايز اشوف ده برضو بره المهرجانات. اهم تيرنينج بوينت انا كان عندي كذا تيرنينج بوينت. يعني انا اول تيرنينج بوينت لما اول مره كنت واقف على المسرح وانا كان عندي 4-5 سنين, وعرفت ان ده مش بس كانت تكنيك عشان امي تطلعني من الشاينس بتاعي لان كنت خجول جدا. عرفت فعلا انا فعلا بحب التمثيل. تاني تيرنينج بوينت لما رحت الجامعه ولقيت كالتشرز تانية مختلفة عني, ناس شبهي برضو, ناس مثلا من جنوب أفريقيا بس عايشين في بريطانيا والكالتشر بتاعهم المنتاليتي بتاعهم شرقي شوية يعني. فالميكس ده برضو عجبني, قلت أنا مش لوحدي عشان كنت برضو في بريطانيا. حسيت أنا أوكي مصري بريطاني بس في البيت مع مصريين, ف كان في حاجات مختلفة شوية. بس لما روحت الجامعة لقيت ان في ناس كتير زي ده عجبني, وكان ناس كتير مختلف يعني it was nice ان انا balance in different mentalities. turning point التالت I think لما بدأت بقى اشتغل واشوف الوضع وانا بشوف رغم ال ان انا متعلم في الجامعة وفي المعهد, التعليم فعلا بيبدأ لما بتبدأ تشتغل. ف التيرنينج بوينت التالت اي ثينك كان في من رمضان مبروك. يعني ده كان فعلا لما وقفت قدام كاميرا لاول مره وشفت ان اتس ذس از وير ام ليرنينج فور ريل. انا عندي مسلسل اسمه روج هيروز هينزل على بي بي سي وابيكس السنه الجايه, بيحكي عن الحرب العالميه الثانيه, وكل الاشخاص في المسلسل حقيقية. بصور دلوقتي نتفليكس سيريز مسلسل تاريخي, بس ان شاء الله هوعدكم ان انا the next time بعد ما صوروا وخلصوا هعمل انترفيو معكم for sure يعني.